فوز كبير على نادي الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة انتهت بينهم من شوية على استاد القاهرة الدولي. افتتح التسجيل محمود كهربا في الدقيقة 61 وسجل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90. الأهلي نجح إنه يوسع الفارق مع الزمالك ويتصدر جدول الدوري برصيد 34 نقطة في الوقت اللي تواجد فيه الزمالك بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة. تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراة الزمالك والأهلي، وحضر معه كمان ميكالي المدير الفني لمنتخب الأولمبي. فيتوريا وميكالي هدفهم اكتشاف لعيبة جديدة للانضمام لمنتخب مصر سواء الأول أو الأولمبي في المعسكرات اللي جاية. بكرة إن شاء الله هنبدأ الجولة 15 لمسابقة الدوري الممتاز، وهيكون في ماتش واحد بين الداخلية والمقاولين اللي هيكون على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس. مفيش شك ان نادي المقاولين بيسعى لاستمرار صحوته في مسابقه الدوري الممتاز اللي بداها مع كابتن شوقي غريب من بدايه الموسم. النهارده انتشرت تقارير تركيه بتقول ان محمد النني يقترب من الانتقال الى الدوري التركي خلال الفتره المقبله والرحيل عن ارسنال في الفتره الجايه. موقع فوتوماك التركي قال ان عبد الله افتاشي مدرب ترابزون سبور واللي سبق ليه الاشراف على تدريب النني مع بشكتاش التركي هو اللي طلب التعاقد مع اللاعب. الموقع التركي قال كمان ان النني لم يجدد عقده مع ارسنال لحد دلوقتي. النني من بدايه الموسم شارك في 8 مباريات وسجل هدف وحيد وغاب فتره طويله بسبب الاصابه. محمد صلاح النهارده شارك في تعادل ليفربول مع فريق تشيلسي في المباراه اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجوله 21 مسابقه الدوري الانجليزي. ليفربول رفع رصيده للنقطه 29 في المركز الثامن بجدول الترتيب، ورفع تشيلسي رصيده للنقطه 29 في المركز العاشر في جدول الترتيب بالدوري الانجليزي الممتاز. ومستمرين في اخبار المحترفين المصريين، والنهارده كمان شارك عمر مرموش في فوز فريق فولسبورغ على فرايبورغ بسداسيه نظيفه في المباراه اللي اقيمت بينهما المساء اليوم ضمن منافسات الجوله 16 من الدوري الالماني الموسم ده. شارك مرموش في اللقاء كبديل في الدقيقه 68 من عمر المباراه بس ما نجحش في التسجيل او الصناعه. وهنروح لأبطالنا في كرة اليد اللي نجحوا النهارده في الفوز على منتخب البحرين بنتيجة 26-22 في تاني مباريات الدوري الرئيسي ببطولة العالم اللي بتستضيفها السويد وبولندا، وهتستمر يوم 29 يناير اللي جاي. وبكده ضمن الفراعنة التأهل للدور الربع النهائي. ومن المقرر أن يختتم منتخب اليد لقاءات الدور الرئيسي بمواجهة الدنمارك يوم الاثنين اللي جاي الساعة 9:30. وبكده تكون خلصت أخبار النهارده، ولسه مكملين حلقتنا مع كابتن ميدو بعد الفاصل.